مساء الخير أخواني الأعزاء. نظرا لتزايد الاتصالات من الأخوة السعوديين لزيارة جمهورية أرمينيا لغرض السياحة أو لغرض التجارة واستفسارات كثيرة توصلني عن الأسعار، عن الكلفة، عن معرفة إيش الإيجارات والبرامج السياحية. قبل هذا أريد أقول لكم بأن الأخوان السعوديين، المواطنين السعوديين، يحتاجون إلى دعوة رسمية لدخول جمهورية أرمينيا. لذلك اليوم أنا دخلت إلى موقع وزارة الخارجية وأخذت الموضوع اللي يخص السعوديين وترجمت لكم إياها. الموضوع هو متطلبات تأشيرة أرمينيا للسعوديين. بإمكان حاملي جوازات السفر العادية للمملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرة دخول إلى جمهورية أرمينيا، أولا من خلال نظام التأشيرة الألكترونية، اثنين من خلال السفارات والقنصليات لجمهورية أرمينيا، ثلاثة من حدود جمهورية أرمينيا إذا كان لديهم بطاقة إقامة سارية المفعول أو فيزا سارية المفعول في أحدى الدول التالية: دول الاتحاد الأوروبي ودول الشنغن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين وعمان، الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، المملكة المتحدة، كندا، الاتحاد الروسي، اليابان. المستندات المطلوبة لتقديم الطلب على الفيزا هي ما يلي: جواز سفر أو وثيقة سفر، شو تسموها، طلب استبيان وصور حجم 3.5 × 4.5 سنتيمتر. للحصول على فيزا على حدود جمهورية أرمينيا من الضروري تقديم شهادة صالحة لحالة الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة في إحدى الدول المذكورة أعلاه، أو فيزا صالحة وإذا كان متاحا ما يلي: تذكرة الطائرة، حجز فندقي، دعوة من شركة سياحية، دليل على امتلاكه موارد مالية، كشف حساب بنكي وأدلة أخرى، تأمين صحي للسفر. صفحات جواز السفر التي تحتوي على تأشيرات جارية أو خلال السنوات الثلاثة الماضية وبطاقات الإقامة بدول أخرى سارية المفعول، وثائق أخرى. الوثائق المطلوبة في هذه النقطة ضرورية جدا: دفع رسوم الدولة، كل سفارة تدخل فيها رسوم يجب أن تكون دافع الرسوم، جواز السفر يجب أن يكون ساري المفعول طوال فترة الإقامة في جمهورية أرمينيا. الطلب يقدم من خلال نظام الفيزا الألكترونية. المدة القصوى للنظر في الطلب هي 3 أيام عمل، وفي الوصف ستجدون رابط وزارة الخارجية لجمهورية أرمينيا اللي من خلالها تقدرون تضغطون على الرابط وتملؤون الاستمارة اللي من خلالها تقدمون الطلب على الفيزا. تقبلوا تحياتي.